بسم الله، السلام عليكم. اليوم رح نبدأ بشابتر جديد، شابتر 5. هذا الشابتر اسمه الستيريو ايزوميرزم. الستيريو ايزوميرزم من الستيريو كيمستري، واللي أخذنا جزء منها بالشباتر الفاتت. ايش رح نغطي بهذا الشابتر؟ رح نغطي بعض المفاهيم الخاصة بالكيمياء الفراغية، شو هي الايزوميرات، انواعها، اشي اسمه الكايراليتي، الانانشومرز، قاعدة الاولوية، والكونفيجوريشن. شو هي الستيريو كيمستري وليش انا بدرسها؟ ستيريو من كلمة سبيس، فراغ، كأني بدي ادرس الكيمياء الفراغية او شكل الكيمياء في الفراغ. هي عبارة عن دراسة الشكل بالابعاد الثلاثة، 3 dimensional structure of the molecule، او بطريقة اخرى the shape of molecule in space، كيف رح يكون شكل المركب الكيميائي بالفراغ أو بالأبعاد الثلاثة. ليش أنا بدرس الستيريو كيمستري وليش مهم؟ لنفترض أنه أنا في عندي مركب لبيوتانويك أسيد. البيوتانويك أسيد في منه شكلين، شكل بيعطيني سيس وشكل بيعطيني ترانس. بعد الدراسات لقوا أنه الشكل للسيس من البيوتانويك أسيد اللي اسمه الماليك أسيد مهم جدا في الخلايا النباتية وبالحيوانية. على التناقض، نفس المركب البيوتانويك أسيد لكن اللي شكله ترانس توكسيك تو تيشوز، ضار جدا بالخلايا، مع انه التنين نفس المركب لكن لانهم واحد سيس وواحد ترانس، يعني شكلهم بالفراغ مختلف، اعطاني خصائص مختلفة تماما. تغير المركبات بالفراغ بيعطيني اشي اسمه الايزوميرزم او المتشاكلات. شو هي المتشاكلات؟ هي عبارة عن مركبات إلها نفس الصيغة الجزيئية ولكن إلها شكل كيميائي مختلف. خلينا نشوف الخريطة اللي شفناها قبل هيك. الأيزوميرات، الأيزوميرات تنقسم لقسمين، جزء منهم إنهم نفس ترتيب الذرات، عكس ترتيب الذرات في الفراغ. هذا النوع بسميه structural أو constitutional isomers. خلينا نشوفه هون. الكونستيتيوشنال او الاستراكشرال ايزومرز كيف بيجي؟ لنفترض انه انا عندي المركب هذا البروبانال. البروبانال اللي هو الالدهايد في مجموعه الدبل بوند او اتش، بتيجي طرفيه. المركب الثاني البروبانون، بروبانون كحول، في عندي مجموعه الكربوكسيل سي دبل بوند او. بدي اجي انا اطلع على الصيغه الجزيئيه اللي هي الموليكولار فورمولا، التنين نفس الاشي، هنا في عندي C3 واحد اتنين تلاتة، بالنسبة للأتش واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة هيدروجين، والأكسجين عندي واحدة. نفس الموضوع في البروبانون الكيتون، C3 واحد اتنين تلاتة، الهيدروجين هان تلاتة وهان تلاتة ستة، والأكسجين عندي واحدة. لكن المركبين هدول بيختلفوا عن بعض في ايش؟ في مكان ذرة الأكسجين. الأكسجين هان جياني طرفية على الكربون رقم واحد، لكن هان الأكسجين جياني على الكربون رقم اثنين. لأنه شكلهم مختلف بسميهم structural. structural isomers لهم نفس المولكولار فورمولا ولكن يختلفوا بالconnectivity، مكان الترابط. constitutional isomers differ in chemical and physical properties لأنه واحد بيتصرف ككيتون واحد بتصرف كالدهايد. هذا النوع الأول اللي هو الستركشرال ايزومرز. في عندي النوع الثاني اللي بيكون نفس الترابط في الذرات، same bond pattern، يطلق عليه اسم الستيريو ايزومرز. الستيريو ايزومرز راح تنقسم عندي لنوعين. النوع الأول أخذناه مسبقا اللي هو الكونفورمرز أو الروتامرز. ليش سميناهم روتامرز؟ لأنه شكل الموليكيولز أو شكل الجزيئات تتغير بسبب الدوران حول الرابطة الأحادية، انتر كونفرتبل باي سينجل بوند روتيشن. وأخذنا الروتامرز بمثال عليهم الكليبست والستاجرز. خلينا نشوف زي كيف الستيريو ايزومرز. حكينا انهم بأنواعهم، النوع الأول الكونفورمرز أو الروتامرز هي عبارة عن الايزوميرات اللي شكلها بيتغير بسبب الدوران حول السينجل بوند، واخذنا النوع الاول منهم الستاجر لما كنا بنعمل نيومن بروجكشن، واخذنا النوع الثاني الكليبس
لأنه بصير عندي دوران حول الرابطة الأحادية، بيطلع عندي في الفراغ شكلين. النوع الثاني configurational isomers، هي عبارة عن الأيزومرات اللي ما بتتغير شكلها بسبب الدوران، زي عندي السيس والترانس. حكينا السيس والترانس لما بيكون في عندي دبل بوند، ما في عندي روتيشن، ما في دوران، وما بصير دوران إلا إذا انكسرت الرابطة بين السيس والترانس. هذا النوع بسميه الconfigurational isomers. هدول كلهم كانوا طرق علشان أفرق الموليكيولز أو أفرق الجزيئات عن بعضهم البعض، هل هم conformers بصير عندهم دوران وروتيشن شكلهم بيتغير، أو إنه شكل الموليكيولز ما بيتغير بالفراغ بسبب الدوران، فبسميهم configurational isomers. في عندي طريقة تانية عشان أنا أفرق الموليكيولز عن بعضهم البعض، هذه الخاصية اسمها خاصية الكايريليتي. شو هي الكايريليتي أو كيف أنا بدي أستخدمها عشان أميز مركبين عن بعضهم البعض؟ خلينا نشوف هذا الفيديو التوضيحي إيش بحكي. الكايريليتي بتفترض إنه أنا في عندي جسيم أو جزيء معين، بدي أحط الجزيء وأشوف انعكاسه في المرأة، هل المركبين عندي الجزيء اللي هو الأوبجكت وانعكاسه متطابقين أو مش متطابقين؟ خلينا نشوف أمثلة. أول شيء جبنا عود الكبريت، عود الكبريت انعكاسها في المرآة رح يعطيني نفس الإشي، عود كبريت. إذا أنا مسكت التنتين وحطيتهم جنب بعض ما رح أقدر أميز التنتين عن بعض، لأنهم التنتين بيشبه بعض. لو أنا غطيتهم ورجعت طلعتهم ما رح أعرف مين اللي كانت على اليمين ومين اللي كانت على اليسار، مين اللي كانت الجسيم الحقيقي ومين اللي كان انعكاسه في المرآة. ناخذ مثال ثاني، طلع عندي الجسيم وانعكاسه بيشبه بعض تماما. ناخذ مثلا الأداحة، لو أنا حطيت الأداحة قدام المراية وشفت الانعكاس تبعها رح يعطيني نفسها تماما، لو أنا مسكتها ولفيتها رح يعطيني نفس المركب، ما رح أميز التنتين عن بعض، بيشبه بعض تماما. إذا عندي الجسيم وانعكاسه في المرآة متطابق. ندخل على الكيمياء هلأ. بدي أجيب مركب وأنا بدي أفترض أنه أنا حطيت المركب قدام المرأة وبدي أشوف انعكاسه، هل انعكاسه بيشبهه تماما أو منطبق عليه أو لا. حطيت المركب، هاي انعكاسه. كيف يعني انعكاسه؟ هان في سطح عاكس، هاي الذرة انعكاسها مقابلها تماما، هاي الذرة انعكاسها مقابلها تماما، هان الذرة العلوية هاي انعكاسها، والذرة اللي في المستوى اللي بعيد هاي انعكاسها، هاي انعكاسها. لنفترض مثلا انه انا عندي هاي كربونة وحواليها اربع ذرات من الهيدروجين. طيب بمسك انا المركبين بحاول الفهم اشوف هل هم منطبقين بيشبهوا بعض تماما او لا. فعلا هم منطبقين، وانا لو طلعت عليهم ما راح اميز كل واحد عن الثاني. اذا الجسيم وانعكاسه متطابق تماما. طيب نغير ذرة واحدة، لنفترض انه انا ضفت عليهم ذرة كلور وشفت انعكاس الجسيم في المرآة. هاي المركب لنفترض هاي 3 هيدروجين، هاي كربون، ومثلا انا ضفت عليهم فلور. هاي الذرة انعكاسها هاي، وهاي الذرة هاي انعكاسها، الذرة العلوية هاي انعكاسها، والذرة الاخيرة هاي انعكاسها. بدي اشوف هل المركب هذا وانعكاسه في المرآة اعطاني نفس المركب بيشبهه تماما ولا مختلف، مركب مختلف. بعمل شوية دوران عليه، بعد ما لفيتهم لقيت انه التنين زي بعض تماما، بيشبهوا بعض. طيب نحط كمان ذرة، ولتكن كمان ذرة فلور، واشوف الانعكاس. هاي الانعكاس تبع المركب، بدي احاول اعمل عليه شوية دوران، لقيت انه المركبين تماما زي بعض وبيشبهوا بعض، المركب وانعكاسه. نضيف كمان ذرة ولتكن ذرة كلور ونشوف انعكاس المركب هذا في المرآة. هاي الذرة هاي انعكاسها، وهاي الذرة هاي انعكاسها، هاي الذرة هاي انعكاسها، والذرة العلوية هاي انعكاسها. اذا هاي المركب وهاي انعكاسه بالمرآة، هل هذا المركب ينطبق على هذا او لا؟ بحاول اعمل شوية دوران، الفهم اشوف كيف راح يشبه بعض.
اها اذا بعد ما لفيتهم لقيت انه ذرة علوية فوق ذرة علوية امامية زي بعض، على الجانب هذا في عندي ذرة هيدروجين، وعلى الجانب البعيد هاي ولتكن ذرة كلور. اذا طلع عندي المركب وانعكاسه في المرآة متطابقين تماما وما بقدر اميزهم عن بعضهم البعض. نضيف ذرة اخيرة، صار هلا عندي انا مركب عليه 4 ذرات مختلفة، يعني عندي 4 روابط مختلفة. لنفترض انه هاي الكربون عليها هيدروجين عليها كلور عليها فلور مثلا، نشوف انعكاسها بالمرآة. هاي الانعكاس تبع هاي الذرة انعكاسها تماما هون، الذرة العلوية الذرة البنفسجي والذرة الصفراء. هلا ضل بدي اشوف انا انه هل الجسيم وانعكاسه منطبقين على بعض او لا. بحاول الف في يمين يسار، احاول احرك اماكن الذرات، هل ممكن انهم ينطبقوا زي بعض تماما ولا لا. راح الاحظ انه انا بكل الاتجاهات قد ما لفيته ما راح ينطبق. اذا الجسيم اللي كان عندي هذا وانعكاسه في المرآة مركبين مختلفين لا ينطبق عليه نهائيا، مع انه نفس المركب لكن انعكاسه بالمرآة ما انطبق عليه. بهاي الحالة الجسيم وانعكاسه لا ينطبقوا على بعض. لما يكون عندي الجسيم وانعكاسه او المركب وانعكاسه في المرآة لا ينطبقوا على بعض، هاي الخاصية بسميها خاصية الكايرلتي. مثال تاني، الرجل اليمين او الرجل اليسار قد ما حاولت فيهم انا راح يطلع عندي مركبين مختلفين تماما ما راح ينطبقوا على بعضهم البعض. نرجع نكمل في الباوربوينت عشان ندرس خاصية الكايرلتي. خاصية الكايرلتي هي خاصية عشان انا اميز المركبات عن بعضهم البعض، هل حيطلع عندي مركب واحد او اثنين. شو بعمل؟ اول اشي بقول انه انا بدي اقارن comparing the molecule and its mirror image، المركب وصورته في المرآة بدي اقارنهم مع بعض. لو كان المركبين منطبقين على بعض تماما super impossible it means they are identical، متطابقين متشابهين تماما وانا ما بقدر اميزهم، ما بقدر افرق واحد عن الثاني. if two objects لو كان المركبين non super impossible لا ينطبقوا على بعض تماما، زي المثال الأخير اللي شفناه كان في عندي ذرة كربون حواليها 4 ذرات مختلفة أو 4 روابط مختلفة، كان المركب وانعكاسه لا ينطبقوا على بعض. Then we can always distinguish them، نقدر نفرقهم التنين عن بعض لأنهم مختلفين. They are not identical. هذا الاشي بسميه خاصية الكايرل، an object that is non super impossible in on its mirror image. طيب هذا الكايرلتي. طيب شو الاكايرل؟ الاكايرل لما بيكون في عندي الجسيم وصورته في المرآة منطبقين على بعضهم البعض بسميه اكايرل، اللي هي عكس الكايرلتي. لما يكون انا عندي مركبين بالفراغ طلع المركب وانعكاسه بالمرآة لا ينطبقوا على بعض، صار عندي مركبين، هدول المركبين بعطيهم اسم اسمه انانشومرز. انانشومرز هو عبارة عن زوج المركبات that have non super impossible mirror image، صورهم في المرآة لا تنطبق على بعضهم البعض. different molecules with different properties، راح يعطيني مركبين مختلفين تماما وخصائصهم مختلفة. إذا الإنانشومرز هي عبارة عن بكل بساطة المركبات اللي فيها خاصية الكايرلتي، والكايرلتي اللي هي non super impossible. The enantiomers differ in physical properties. كيف يعني؟ ناخذ عندي هذا المثال، هذا المركب اسمه مركب الكربون. هاي المركب نفترض هان في عندي المرآة، هاي انعكاس المركب بالمرآة. الأبحاث لقت إنه واحد منهم يستخدم في إيش؟ كربون جاي من الكراوية. هذا المركب واحد منهم موجود في بذور الكراوية وبذور الكتان، تعطيني طعم مختلف عن طعم هذا المركب اللي موجود وين؟ موجود في النعنع، بيعطي اللي هو طعم النعنع وبتعطي ريحة النعنع، الريحة اللذيذة اللي احنا بنحبها.
واحد منهم شكله في المرآة بيعطي خاصية تختلف عن شكله الأصل اللي هي أعطاني خاصية مختلفة تماما مع إنهم نفس المركب. They are different in physical properties. طيب نيجي نفوت أكثر على الكايرال كاربون. حكينا عن الكايرال كومباوند بشكل عام. الكايرال كاربون حكيناها من ضمن الشرح اللي هي عبارة عن ذرة الكاربون اللي حواليها أربع روابط مختلفة تماما، بس تكون الأربع روابط مختلفة انعكاسه في المرآة بيعطيني مركب مختلف تماما، ما بقدر أميزهم عن بعضهم البعض. بهذه الحالة بسمي الكاربون هي عبارة عن كايرال كاربون، هي الكاربون with four different groups attached are chiral. Its mirror image will be different compound. صورتها في المرآة راح تعطيني مركب تاني. إذا أنا بحكي عن هدول المركبين enantiomers لبعض، العلاقة اللي بينهم هي علاقة enantiomers. طيب الأكايرال كومباوند اللي هي عكس الكايرالتي، الكايرالتي بتقول إنه الكربون عندي عليها أربع روابط مختلفة. لو كان في عندي ذرتين متشابهتين اذا صورته في المرآة بتشبه زي ما عملنا بالفيديو، بنعمل هان دوران، لو حاولنا نلف هذا ندور شوي رح يطلع هذا نفس هذا المركب الاصلي، same as the first structure. This takes mirror image and try to superimpose it on one of the left matching all atoms. بدي امسكها واحاول ادورها لحد ما الاقي انه هل في تطابق او لا. ما دام في تطابق بين المركبين اذا هذا المركب بسميه اكايرال، وبقدر اميزهم انه من خلال تكون عندي ذرة الكربون عليها ذرتين مختلفتين تماما. When the image can be superimposed، لما تكون الصورة تنطبق على المركب الاصلي بسميه اكايرال كومباوند. كيف انا بدي اميز الاكايرال كومباوند بطريقة تانية؟ كل المركبات اللي بتكون فيها plan of symmetry. ايش يعني؟ يعني في عندي سطح تماثل. يعني هل اذا انا اطلعت على المولكيول ولقيت انه انا في عندي مكان ممكن يكون الجزء اليمين من المولكيول بيشبه الجزء اليسار بسميه plan of symmetry. مدام لقيت plan of symmetry بيكون المركب achiral. لو انا بدي افترض انه انا بدي اطلع على المركب من هاي الزاوية، بدي اعمل هان سطح كأني بدي أرسم سطح هيك، هذا السطح بده يمر بالذرة واحد كربون اثنين، صار عندي الجزء اليمين عليه الذرة رقم ثلاثة والجزء اليسار عليه الذرة رقم ثلاثة. أنا ممكن أشوفه بهاي الناحية، الجزء اليمين من المركب بيساوي الجزء اليسار من المركب. إذا أنا في عندي سطح تماثل، سطح التماثل هذا بيحكي لي إنه المركب أكايرال. ليش كمان؟ لأنه في عندي ذرتين متشابهتين. نيجي على السيس والترانس، كيف أنا بدي أميزهم عن بعض. في عندي هذا المركب 1-2 دايكلورو سايكلوبنتين، 1-2 دايكلورو سايكلوبنتين، والتنين الكلور جايات بنفس الاتجاه. فإيش اسمهم؟ اسمهم سيس. بدي أفترض أن أنا هان في عندي المراية أو السطح العاكس، شكلهم بالمرآة منطبق تماما عليه، بيشبه نفسه. مدام السطح تبعه منطبق عليه تماما أنا ضمنيا عرفت أنه أكايرال. أو طريقة تانية عشان أميزهم، بدي أدور على سطح اللي هو التماثل plan of symmetry. لو أنا إجيت على فرض افترضت أنه هان من هان عملت سطح، رح ألاقي الجزء اليمين من المركب بيشبه الجزء اليسار من المركب، اذا في عندي تماثل في المركب اذا هو اكايرال. هاي الحاله لما يكون عندي المركب سيس. ناخذ نفس المركب لكن الترانس، الكربون الكلور في اتجاهين متعاكسين، ترانس 1-2 دايكلورو سايكلوبنتين، انعكاسه في المراه لا ينطبق عليه تماما. او اسهل اروح ادور هل في سطح عاكس او السطح تماثل او لا. اذا انا افترضت انه انا بدي امشي من هان هيك من النص، ما راح يكون عندي تماثل، لانه على هاي الكربونه الهيدروجين علويه، على هاي الكربونه الهيدروجين سفليه، الكلور والهيدروجين مش زي بعض. اذا انا اصلا ما في عندي سطح تماثل، على طول بحكي انه هذا المركب كايرال. سيس 1-2 دايكلورو سايكلوهيكسين اكايرال. ليش؟ لأنه الموليكيولز has
internal plane of symmetry اللي احنا عملنا بهذا الاتجاه. Both structure can be superimposed. هذا both structure اللي هو المركب وانعكاسه في المرآة ينطبقوا على بعض. الترانس الجزء اللي ترانس منه does not have a plane of symmetry. جربنا نحاول نحط من هان او من هان، ما لقيت انه انا في عندي سطح تماثل على المركب. اذا بقدر انا احكي انه هذا المركب اكايرال، الميرور ايمج نوت سوبر امبوسيبل، وعشان هيك بحكي عنهم مدام هو المركب وانعكاسه في المرآة لا ينطبقوا على بعض، بحكي انه هدول التنين enantiomers لبعض، في عندي two enantiomers. نحكي على الكايرال سنتر بشكل تاني. الكايرال سنتر ونفترض انه هي الكربون، هي عبارة عن ذرة الكربون اللي عليها اربع روابط مختلفة بسميها كايرال سنتر، او لها اسم تاني الستيريوجينيك سنتر. مسكنا الكربون، شو المجموعة الاولى او شو الاربع روابط اللي عليها؟ الرابطة الاولى عليها المجموعة CH2CH3، المجموعة الثانية عليها كلور، هاي المجموعة الثالثة عليها CH3، والمجموعة الرابعة عليها هيدروجين. هيا عندي ذرة الكربون عليها أربع روابط مختلفة بسميها كايرال سنتر أو ستيريوجينيك سنتر، وبحط عليها علامة الستار. مركب الاثنين كلوروبيوتين، this molecule and its mirror image لازم إنهم يكونوا لا ينطبقوا على بعض أو بسميهم enantiomers. ناخذ مثال تاني. هاي عندي اثنين كلوروبيوتين، رحت انا رسمته اثنين كلوروبيوتين ورحت عملت الذرات فكيتهم، بدي اجي ارسم هذا المركب واعرف هل في منه شكل تاني بالفراغ او لا. هاي جيت انا رسمته هون، في عندي الكلور اللي هي بالاشارة الخضراء معطيني على الكربون رقم 1 2، بالاتجاه اللي جاي عليا جاي الكلور. الذرة الخلفية هاي هي عبارة عن ذرة الهيدروجين رايحة بالاتجاه المعاكس. بهاي الحالة أنا بدي أرسم المركب أو كيف بدي أعبر عن الذرة؟ بيحكينا إذا كانت الذرة بالاتجاه القريب عليا point to the front للأمام كأنها طالعة من الشاشة وجاي عليا، بعطيها السوليد، عشان هيك بمسك الكلور وبعطيها الاتجاه السوليد. اما اذا كانت الكربونه رايحه بالاتجاه المعاكس اللي هناك point to the back بالاتجاه الثاني كانها طالعه من الشاشه الى الخلف، بعطيها الداش، فبرسم الهيدروجين بشكل داش. خلينا نشوف كيف شكلهم بالفراغ. انا رسمت هان عندي مركب افتراضي كلور عليه بروم فلور او اتش، نفترض هاي او اتش وهيدروجين. اذا انا بدي اشوف شكله ثلاثي الابعاد، هاي عندي هاي ذرة البروم، هاي عندي ذرة الفلور، هاي اللي بوجهي O عليها H، في عندي كمان ذرة هيدروجين، لكن وين جاية؟ جاية في المستوى البعيد، شايفينها؟ بعيدة عن عيني في الاتجاه الثاني. هاي الـ OH جاي بوجهي كأنها طالعة من الشاشة وجاي عليا، والهيدروجين رايحة بالاتجاه الثاني البعيد. كيف انا بدي ارسمهم؟ الـ OH او الذرة اللي بدها تكون جاية بوجهي باتجاهي انا بدي اعطيها السوليد، هاي بدي اعطيها هذا الشكل سوليد. الذرة اللي بتكون في المستوى البعيد هاي بعيدة عني بعطيها داش، تمام؟ نكمل في الباوربوينت. بالتالي هاي الكلور لانها باتجاهي بعطيها سوليد، لانها الهيدروجين لانها بعيدة عني بعطيها الداش. انعكاسه في المرآة نفس المركب بعكسه، لكن راح يتغير عندي الأماكن، أماكن الذرات الموجودة عليه. في عندي الكلور أخذت اتجاه السوليد والهيدروجين أخذت اتجاه الداش. لو أنا لفيت الموليكيولز ما راح ينطبقوا على بعضهم البعض، فهذول المركبين راح يطلعوا عندي enantiomers لبعض لأنه شكلهم بالفراغ مختلف. في عندي توزيع للمركب، كيف انا بدي اميز هدول الانانشومرز عن بعضهم البعض؟ لازم يكون لهم اسماء مختلفة، different molecules او الانانشومرز اللي لهم نفس الصيغة الجزيئية ونفس عدد الروابط، كيف بدي اميزهم عن بعض؟ different names.
The enantiomers can be differentiated from each other by rotation around the chiral carbon. حكينا إنه الهدف الرئيسي اللي بخليني أعرف هل في عندي enantiomers أو لا هو الدوران. الدوران هو اللي رح يحدد في عندي دوران حول السنجل بوند. هذا الدوران في نوعين، في عندي R وفي عندي S. إذا كان الدوران حول الكايرال سنتر أو الستيروجينيك سنتر كلوكوايز مع قارب الساعة، دوران مع قارب الساعة بأطلق عليه R. إذا كان الدوران حول السنجل بوند حول الكايرال سنتر أو الكايرال كاربون كاونتر كلوكوايز عكس عقارب الساعة بعطيه الرمز S. خلينا نشوف كيف بده يصير عندي موضوع الدوران. عشان أحدد كيف بده يدور عندي المركب في الفراغ، في عندي قاعدة، هاي القاعدة اسمها قاعدة الأولوية The Priority Rules. هاي القاعدة بتقول إنه Each atom bonded to a chiral center is assigned a priority based on atomic number. The higher the atomic number, أعلى عدد ذري the higher priority. أول خطوة بدي أعملها بدي أشوف الكايرال سنتر وأحددها وأشوف الروابط المرتبطة فيها. كل رابطة عليها ذرة أو مجموعة بدي أروح أحسب العدد الذري وأحط قديش عددهم وبناء عليه أرتب الأولوية. الهيدروجين بيجي عندي أقل أولوية، العدد الذري تبعه واحد مرتبط من الهيدروجين، هان مرتبط من الكربون العدد الذري ستة، هان مرتبط بالنيتروجين العدد الذري تبعه سبعة، هان مرتبط بالأكسجين العدد الذري تبعه ثمانية إلى آخره. إذن أنا كل ما أمشي بهذا الاتجاه بتزيد عندي الأولوية، الأولوية للأكثر عدد ذري. بحدد العدد الذري الأكثر عدد ذري بعطيله أولوية أو رقم واحد. طيب القاعدة الثانية، قاعدة الأولوية، بتحكي إنه أنا إذا ما عرفتش أحدد الأولوية من الكربونة أو من الذرة المتصلة مباشرة بالستيروجينيك سنتر، بروح بمشي وين؟ على الذرة اللي بعديها. بمعنى if the priority cannot be assigned per the atoms bonded to the chiral center, look to the next set of atoms. نطلع على الذرات المتجاورة وبنحدد الترابط من هان. عندي هان مرتبطة مع كربون واثنين هيدروجين، طب وهان كربون واثنين هيدروجين وهان كربون واثنين هيدروجين وهان كربون واثنين هيدروجين. أنا ما عرفت أميز بهاي الحالة وين الأولوية. إيش بدي أعمل؟ بدي أروح مباشرة على الذرة اللي بعديها. هان مرتبطة عندي بأتش، بمعنى إنه هذا كله عبارة عن CH3. طيب CH2 هاي مرتبطة مع كربون مباشرة، العدد رقم الذري إلها ستة. هان CH2 مرتبطة مباشرة مع النيتروجين، العدد الذري إلها سبعة. هان مرتبطة مباشرة مع الأو، العدد الذري 8. إذن كل ما بمشي بهذا الاتجاه رح تزيد عندي الأولوية. أقل إشي الهيدروجين رقم الذري واحد، بعدين كربون نيتروجين أكسجين إلى آخره. خلينا نشوف مثال عليهم. المثال بيقول إنه assign the priority order for the following، حدد الأولوية بهدول الموجودين عندي. الترابط هان من الهيدروجين، من البروم، من الكربون، من الكربون. أول إشي بدي أحدد الرابطة المتصلة بشكل مباشر، هيدروجين، بروم، كربون. إيش بدي أعمل؟ بدي أشوف الأتوميك نمبر للذرة المرتبطة مباشرة. مين أكثر؟ البروم هي الأكثر عدد ذري، بعدين الكلور، بعدين الهيدروجين. تمام؟ هاي البروم، الكربون، بعدين الهيدروجين. طيب هنا في عندي ارتباط متشابه، في عندي هنا CH2 و CH2. ايش بدي اعمل؟ assign the priority of the two carbons a group. هاي CH2 وهاي CH2، لكن هاي مرتبطة بكربون، هاي مرتبطة بالاكسجين زي ما احنا شايفين. هنا اكسجين وهنا كربون، والاكسجين لها اعلى عدد ذري، اذا الاولوية تبعتها اكتر. اذا الجواب حيكون عندي اول اشي البروم، بعدين CH2 المرتبطة مع الأكسجين، بعدين CH2 المرتبطة مع الكربون، وآخر إشي عندي الأتش. هذه الأولوية اللي موجودة حول الستيروجينيك كربون أو الستيروجينيك سنتر. القاعدة الثالثة من قاعدة الأولوية شو بتحكي؟ بتحكي إذا كان أنا عندي دبل بوند،
كاربون مع اي دبل او تريبل بوند، انا شو بدي اتصرف بهاي الحاله. Atoms participating in double bond or triple bond are considered to be bonded to an equivalent number of similar atoms. إيش يعني؟ هاي الكربونة عاملة double bond مع مين؟ مع كربون. بروح بفك الدبل بوند وبعمل single bond مع نفس الأتوم. هي مرتبطة مع كربون، بشبك معاها single bond كربون. كيف بتصير؟ هاي الكربون كربون، بفك الدبل بوند، هاي الكربون بحط عليها كربون، بمسك الكربونة الثانية عاملة دبل بوند مع مين؟ مع كربون. إذا السنجل بوند تاعتها هتكون مع كربون. طيب ناخد مثال ثاني، في عندي سي دبل بوند نيتروجين، أنا إيش بدي أعمل أو كيف بدي أفكهم؟ الكربون عاملة دبل بوند مع مين؟ مع نيتروجين. بدي أفك الدبل بوند وأعمل سنجل بوند مع نيتروجين. هيها الكربون لانها عامله دبل بوند مع نيتروجين بفكها وبعمل سنجل بوند مع نيتروجين. طب الذره الثانيه نيتروجين عامله دبل بوند مع مين؟ مع كربون. اذا انا بدي افك الدبل بوند واعملها سنجل بوند مع كربون، مع نفس الذره اللي هي مرتبطه فيها. ناخد المثال هذا الاخير، في عندي سي دبل بوند او، الكربون عامله دبل بوند مع مين؟ مع الاو. اذا بدي احط لها سنجل بوند مع الاو. هيها طيب الاكسجين عامله دبل بوند مع مين؟ مع كربون. بدي افك الدبل بوند واحط لها سنجل بوند مع كربون. ناخد مثال عليهم، which is the higher priority isopropyl or vinyl، مين الاعلى اولويه، الايزوبروبيل او الفينيل؟ الحل اول شغله انه انا بدي ارسم التنين عشان اعرف الاولويه من وين بتيجي. بدي ارسم الفينيل وبدي ارسم الايزوبروبيل. اذا انا مسكت الفينيل هي عباره عن سي اتش دبل بوند سي اتش 2، الدبل بوند هاي انا بدي افكها، ما دام الكربون هاي عامله دبل بوند مع كربون بدي افكها واعملها سنجل بوند مع كربون. هاي نفس الشيء ذره الكربون الثانيه عامله دبل بوند مع كربون، بدي افكها واعمل سنجل بوند مع كربون. هاي طيب الايزوبروبيل بدي ارسمها، هي عباره عن سي اتش عليها مجموعتين مثل CH3، والسي اتش 3 تو حكينا كيف بيكون شكلها، اللي هي عباره عن سي اتش 2 مع اتش. هيا سي اتش 2 مع اتش اللي هي عباره عن مجموعه السي اتش 3، فانا بهاي الطريقه بدي افكها سي اتش 2 مع الاتش. طيب بدي اطلع عليهم هذول التنتين، هاي سي اتش هان وفي عندي سي اتش هان، كانت سي اتش هان وسي اتش تان. لما اجيت فكيتهم هاي مرتبطه مع سي اتش 2 وكربون، هاي متصله مع سي اتش 2 واتش، لمين الاولويه؟ الاولويه للكربون لانه هي اعلى بالعدد الذري من الهيدروجين. طيب هلقيت انا بدي احدد الدوران اللي بده يصير عندي كيف. حددنا الاولويه، الاولويه قلنا بناء على العدد الذري. طب كيف بدي احدد الدوران؟ بمسك عندي المركب اللي موجود، هاي كربون عليه أربع روابط مختلفة، وعشان يصير دوران قلنا لازم يكون عندي أربع روابط مختلفة لأنه في عندي ستيريوجينيك سنتر. بدي أدور أنا من الذرة رقم واحد لأربعة، هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة. إذا أنا بدي أدور واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنا بلف مع عقارب الساعة. الدوران اللي مع عقارب الساعة بسميه R، إينانشومر بعطيه له الرمز R. طيب نرجع تاني نشوف المركب الثاني وليكن انعكاسه بالمرأة، هذا انعكاس هذا والتنين إينانشومرز، واحد تنين ثلاثة أربعة. بدي ألف، بدي أدور أنا بالقلم تبعي من واحد لأربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. كيف بمشي؟ بمشي عكس عقارب الساعة. مدام أنا مشيت عكس عقارب الساعة بنعطي له الرمز S enantiomers. بالتالي أنا هيك قدرت أميز التو enantiomers اللي زي بعض المفروض في عدد الروابط ولكن مختلفين بالدوران من خلال إنه أنا أعطيهم الرمز R أو S، هل بدور مع عقارب الساعة أو بدور عكس عقارب الساعة.
أول شغلة بعمل إنه draw an arrow from the highest to the lowest priority، من الأعلى أولوية للأقل أولوية. بعدين بدي أحدد هل هو clockwise بدور مع عقارب الساعة، بعطيه له رمز R، أو هو counterclockwise بعطيه الرمز S.